سجل الأرجنتيني هدفه رقم 100 وكان بألوان فريق سابق برشلونة في 29 من شهر سبتمبر من سنة 2010 في شباك دينامو كييف في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. أما الهدف رقم 200 فجاء ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني في 17 من شهر أغسطس سنة 2011 على ملعب كاب نو. سجل ميسي هدفه رقم 300 أمام راي فايكانو في 27 أكتوبر من سنة 2012 على ملعب فايكاس. أما الهدف رقم 400 في مسيرته فدونه بألوان برشلونة دوما وكان في شباك غرناطة في ملعب كاب نو وذلك في 27 سبتمبر من سنة 2014 والمفاجأة أنه كان بضربة رأس. في لقاء فالنسيا في 17 من شهر أبريل عام 2016 نجح ميسي في تسجيل الهدف رقم 500 في مسيرته برغم خسارة برشلونة فوق ملعبه، بينما سجل الهدف رقم 600 وكان في شباك أتلتيكو مدريد في 4 من شهر مارس أذار من سنة 2018 من ركلة حرة مباشرة. وسجل ميسي هدفه رقم 700 أيضا في شباك أتلتيكو مدريد في الجولة 33 على ملعب كاب نو سنة 2020. سجل ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته الكروية عندما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز على بنما وديا بهدفين دون رد في شهر مارس أذار سنة 2023. ميسي حتى الآن سجل 877 هدفا منها 672 مع برشلونة و112 مع الأرجنتين و32 هدفا مع باريس سان جيرمان الفرنسي و34 هدفا مع إنتر ميامي الأمريكي حيث يلعب حاليا.